بدائل F-16 الأمريكية بين أيدينا. تركيا تطور 200 طائرة مقاتلة بنفسها. لفهم أهمية مشروع أوزغور يجب الحديث أولاً عن القدرات التي أضافها على المقاتلات التركية. يضمن مشروع أوزغور توفير قمرة قيادة رقمية ومحركاً يعمل بمقاييس هيدروليكية وتوفير نظام التضاريس والخرائط الرقمية ودمج نظام أسل بود للتصوير الدقيق وجراب الاستكشاف DP-110 ونظام الاستعلام مود اس وفاز 2. كما يشتمل أوزغور على توفير حزمة إلكترونيات طيران مكافئة لقدرات F-16 بلوك 70 وإضافة رادار أيسا الوطني والذي تم تطويره من قبل أسلسان. ويهدف في نهاية مطافه إلى إنشاء مكافئ وطني لحزمة مقاتلات F-16 الأمريكية الموجودة في سلاح الجو التركي. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية عقب لقائها مع الرئيس أردوغان استمرار أنشطة تحديث مقاتلات F-16 التركية ضمن مشروع أوزغور الذي يشمل تطوير إلكترونيات الطيران للطائرات الحربية F-16 بلوك 30، مؤكدة أن المشروع سيمتد إلى تكوينات بلوك 40 و50 و50 بلس، حيث سيجري تحديث تكنولوجيا الطيران والاتصال والهياكل بموارد وطنية 100%. ومن الجدير ذكره أنه يجري حالياً تنفيذ تحديثين من قبل شركة تاي التي تمكنت من زيادة عمر 37 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لوك 30 من 8000 إلى 12000 ساعة، وسيستغرق تطوير كافة المقاتلات 240 الموجودة في سلاح الجو 2 مع انتهاء تنفيذ المشروع بحلول العام 2025.